حلقة جديدة من شير، أهلا بيكم ومتابعة يومية لآخر وأهم المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم. مدعوين أنتم دائما للمشاركة معنا في برنامجنا عبر صفحة قناة الشارقة على فيسبوك أو عبر صفحة البرنامج على الموقع ذاته. تقدروا كمان تتابعوا البث الحي للقناة على مدار اليوم من خلال البوابة الإلكترونية sharq.org أو من خلال تطبيق الشارقة على الهواتف المحمولة. فاصل قصير وأعود إليكم بالتفاصيل. أهلا بكم من جديد. شهيد التذاكر، شهيد القطار، شهيد من عيالنا اللي ماتوا صغار، شهيد راح ضحية لسلطة غبية شايفة المواطن مجرد حمار بتركب جنابه تدلدل ودانه وشايفاه في بدلة مجرد زرار، وقرب قرب 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 يا بيه مفيش حد بكرة يعيط عليه، لا جيش لا شرطة ولا أي سلطة، مجرد مواطن ما يسواش جنيه، يموت ألف مرة عشان لقمة مرة ويفقد حياته ما تعرفش ليه، وإحنا الغلابة اللي ماتوا بلاش، من الفقر ميت من الفقر ميت فجاع ما التقاش، ومقتول في الأونطة مقتول في الأونطة بمطوى في غلطة ومحروق في المحطة وميت في مطرة بكل انتعاش، وغرقان في السفينة أو دانا في سينة، ومليون ألف موتى ده راح ده ما جاش. وتحيا يا بلد الباشا الكبير، تحيا مصر ثلاث مرات، تحيا يا بلد الباشا الكبير، من الرئاسة الأصغر وزير وحشية جناب وأم اللي جابه، تعيش المعالق يموت الفقير في مصر، تعيش المعالق يموت الفقير، يموت شاب صغير، يموت الشباب، يموتوا عشان ما معهمش تمن تذكرة، يترموا من القطر، يتدبحوا تحت عجلاته، يموتوا ملهمش أي تمن. يموت محمد عيد عبد الحميد 23 سنة من شبرا الخيمة مقطوع راسه لمجرد ما معهوش 70 جنيه تمن التذكرة في مصر. أهلا بيكم في مصر، كل الطرق تؤدي إلى الموت، لو ماشي في الشارع هتموت في المطرة، هتموت مسعوق بالكهرباء، أو لو عايش أو حتى قاعد في بيتك ممكن يخش عليك البيت ويقتلك، أو لو في الجامعة أو راكب مواصلات أو حتى حاولت تهرب برا البلد هتموت في بلد السيسي، مصر اللي بيحكمها السفاح، تعددت الأسباب أو تعددت الطرق والموت واحد. مات محمد عيد بسبب تذكرة تمنها 70 جنيه بسبب خوف الكمسري اللي بينفذ تعليمات الوزير اللي بينفذ تعليمات السيسي. اسمعوا كده عشان تعرفوا محمد مات ازاي، ومين اللي تسبب في موت محمد، ومين اللي بيموت المصريين كل يوم. واحد بيحكم مصر بمنطق الغابة، بمنطق الوكالة، كل حاجة عنده بفلوس، ومصر عاملها سبوبة عشان يبني بيها القصور. اسمعوا عبد الفتاح السيسي اللي بيقول ما عنديش حاجة ببلاش، واللي ما معهوش ما يلزموش. اتفضل. اني مثلا يقولك الناس مش هو انت بتركب اي مواصله تانية قطاع خاص بتقول انا معيش، بيقول لك طب معلش ما معكش ما بيركبكش، مش كده ولا ايه؟ اي مواصله قطاع خاص، مش عايز اقول اسماء عشان ما اسعش، حتى ده لما تيجي تقول له معيش هو ايه مش هيقف لك اساسا. هو ده المنطق اللي بيتعامل بيه عبد الفتاح السيسي مع المصريين، ما معكش ما يلزمكش، ما معكش مش هتركب، ما معكش مش هتاكل، ما معكش مش هتتعلم، مش هتتعالج، مش هتعيش في مصر او شوف لك بلد تانية، لان بيحكمنا عبد الفتاح السيسي السفاح بمنطق رئيس بمنطق رئيس الوسية او صاحب الوكالة، او بمنطق التاجر اللي بيتاجر في لحمنا ودمنا. فجاب كامل الوزير راجل عبد الفتاح السيسي وايده اليمين عشان ينفذ سياسة عبد الفتاح السيسي. كامل الوزير ما خيبش خبر، وأول ما جه أول حاجة عملها وأول حاجة قالها هدد الكمسرية وهدد الموظفين أيضا، اللي معهوش ما يلزموش ما يركبش ينط من القطر. شوف الوزير، كامل الوزير
هو بينفذ تعليمات سيده والضحية المصريين. وتاني اسمع بس الكلام وإلا ما تشكوا كلكم وتسيب الناس تركب بلاش. والله أكسب. أنت عارف أكسب إيه؟ ما هي كده ما كانتش بتجيب. لما مشيكم اسمع الكلام، انا بقول لك كلام، انا لا بخبي ولا بزوق كلام، وانا هقول لك كلام مش حبيبي. انا بقول لك لو انت عايز تسيب الناس تخش تركب زي ما هي من غير تذكره، لما انا مشيك افضل. انت عارف ليه؟ هوفر مرتبه. هو كده كده من الخوف اتحول كامل الوزير لمفروض ان هو وزير بيحكم وزاره زي وزاره النقل لمجرد موظف عند عبد الفتاح السيسي بيحقق طموحات وبينفذ تعليمات عبد الفتاح السيسي. اول حاجه عملها كامل الوزير استأسد على الموظفين وهدده، يا اما تدفع الناس التذاكر، يا اما هقعدك في البيت وهمشيك من الشغل، لان التذكره اهم من الموظف واهم من المواطن واهم كمان من اي حد في البلد. فيجي كامل الوزير في ابريل 2019 يهدد الناس ويقول في منظومه جديده لمنع ركوب المواطنين القطارات دون شراء تذاكر وتغليظ المخالفه. المخالفه ما كانتش بس على المواطن، ده المخالفه كمان كانت على الكمساري اللي عيني خايف على اكل عيشه فتعامل مع المواطنين واستأسد هو كمان على المواطنين. يعني عبد الفتاح السيسي يستأسد على كامل الوزير، يجي كامل الوزير يعمل نفسه أسد على الكمسرية، فيطلع الكمسري يا عيني يعمل نفسه أسد على المواطن، فيحصل اللي حصل امبارح. رئيس قطر أكبر اتنين ركاب من قطر في قطر اسكندرية أسوان إن هم ينطوا من القطر لمجرد إن هم ما معهمش تمن التذاكر اللي سعرها أو تمنها 70 جنيه. في بلد عبد الفتاح السيسي بيبني القصور وهيبني القصور عشان مصر مش شوية، أما المواطن اللي ما معهوش 70 جنيه فمصر شوية جدا عنده، هو كمان شوية ممكن يموت. في الآخر يطلع البيه الوزير سيادة الفريق كامل الوزير ويقول إن الضحايا مش أطفال، يعني هم عارفين كويس هم بيعملوا إيه، ولأنهم اتهربوا من دفع التذاكر فتقريبا عايز يقول لنا يستاهلوا اللي جرالهم ويستاهلوا الموت لانهم ما دفعوش الفلوس. عشان يتحرق قلب الام ويتحرق قلب الجده، اللي فاضل من مصر هي شويه وجع وشويه الم مالي قلوب المصريين. خلال الساعات اللي فاتت بيتم تداول صور لمحمد عيد وصور لصديق محمد عيد اللي نجا من الموت باعجوبه، وكذلك فيديوهات لاسره محمد عيد وهي بتتكلم عنه. مش عارفين ليه مات، ايه جريمته، ايه المصيبه اللي ارتكبها محمد عيد، اتهرب من 70 جنيه دفعهمش في التذكره، ما في بهوات متهربين من 70 مليون جنيه. مع عبد الفتاح السيسي بيصرف ملايين ومليارات عشان يبني قصر لمراته، ما الوزراء والبهوات والبلطجيه واللي معاهم فلوس بيعملوا كل حاجه في البلد، لكن الغلبان في البلد دي ينضرب بالنار ويترمى من القطر ويتداس عليه ويتقطع رقبته عشان 70 جنيه. اسمع كده واحده من اسره محمد عيد بتتكلم عن محمد عيد اللي مات عشان تذكره قطر. اتفرج. عيل غلبان طيب متربي يتيم، مفيش اي حاجه، ومعيش ما عندوش مشاكل في اي حاجه خالص، وما لهمش دعوه بحاجه ولا ليه اي حاجه خالص، متعلم ومتربي زي الفل. ربنا ينتقم من اللي اذاه، ربنا يؤذيه في عياله وفي صحته وفي كل حاجه. متعلم ومتربي وزي الفل، ما هي دي المصيبه يا حاجه، هي دي المصيبه انك علمتيه وربيتيه وخليتيه زي الفل. لو كان طلع لاعب كوره، ولا لو كان طلع مغني، ولا لو كان طلع بلطجي وصايع، ولا لو كان طلع قطاع طرق كان عرف ياخد حقه، لكن انت اللي غلطانه، انت اللي ربيتيه، انت اللي علمتيه، انت اللي خليتيه يسرح يشتغل عشان ياكل من عرق جبينه وما يمدش ايده وما يسرقش، وفي النهايه تطلع الدوله تعوض اسره اللي مات واتقطعت رقبته ب 100,000 جنيه، ده لانه مواطن درجه ثانيه. ده حيالله حتة مواطن رماه حيالله حتة كمسري تحت حيالله حتة قطر. أما البهوات لعيب الكرة زي ما قال عبد الفتاح السيسي فياخدوا 1.5 مليون، 1.5 مليون لأنهم بيطلعوا على الشاشة، لأن الناس بتشوفهم، لأنهم مشاهير. أما المواطن الغربان ياخد له 100,000 جنيه، وإذا حصلهم أو خدهم أو عرف يوصل لهم أهو كلام بيقولوه قدام الإعلام.
قبل ما اروح لشهادة الشهود عايزك تبص للصورتين دول كويس. ده محمد رمضان بلطجي مصري برتبة ممثل ومغني، قبل ايام اتفتح له باب الطيارة. محمد رمضان ده اتفتح له باب الطيارة عشان معاه فلوس، ولما اتفتحت له باب الطيارة ساق الطيارة والراجل سواق الطيارة اتفصل فيها واتشرد. اما ده فاتفتح له باب القطر، بس مش عشان يسوق القطر، لا ده اتفتح له باب القطر عشان ينط منه ويموت لان ما عندهوش فلوس. يعني اللي معاه فلوس بتتفتح له باب الطيارة ويسوق، اما اللي ما معهوش فلوس بيتفتح له باب القطر وينط منه فيموت. اما الناس اللي كانت موجودة والشهود، على عينك يا تاجر، الجريمة كانت على عينك يا تاجر. مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت بتتداول عشرات الشهادات للناس اللي شافت بعينيها وصورت بكاميراتها وموبايلاتها اللي حصل. واحد منهم بيقول الحقيقة ان رئيس القطر فتح الباب وهو ماشي وخلى اتنين ينزلوا، واحد نزل تحت العجلة والتاني وقع على جنب. تخيل الراجل رئيس القطر او الكمساري اللي ما عندهوش رحمة وما عندهوش دين. يا اخي ده لو كان قطر ابوك والله ما هتعمل كده، ده لو كنت بتاخد التذكرة تحطها في جيبك والله ما هتعمل كده. اسمعوا كده، شوفوا الراجل وهو بيتكلم مع واحد من القطر وبيقول له حرام عليك هتتحاسب. اتفضلوا. حسابه قدام ربنا قدامه عليه. ما شاء الله. من خبرتك ومن شغلك تفتح باب كلمة بني ادم عشان 70 جنيه هاجي لك منهم 10 جنيه 5 جنيه هاجي لك منهم كام؟ ماشي يا حاج. لا ده هو بعد طنطا، يعني بعد طنطا بخمس دفره اقول له دفره ده ويا ريته عاجبه. ده بيقول له هتتحاسب وعشان تذكره ترمي بني ادم، بيقول له ماشي يا حاج خلاص، البلد ما عادش فيها حد يقدر يتكلم ولا حد يقدر يفتح بقه. شاهد تاني بيقول بكلم مسؤول من اللي في المحطه بحكي له اللي حصل، بيقول لي ما تشغلش دماغك عادي واحد مات. ما هو كل يوم بيموت، ما ماتوا آلاف في رابعة وفي النهضة وفي القائد إبراهيم وفي ميدان الأربعين وفي كل شوارع مصر، ما ماتوا 26 قبل يومين في البلعات وفي الطرق وفي الشوارع متكهربين ومحدش يتكلم، ما ماتوا في الاستاد وماتوا في المواصلات وماتوا في السفن وماتوا تحت عجلات القطر وماتوا على طرق الموت ومحدش يتكلم. فعادي يعني ما تبقاش حنبلي، ما تزودهاش. اسمع كمان شهادة واحد من اللي شافوا بعينيهم وحاولوا يمنعوا الجريمة لكن طبعا محدش سمع لهم. واحد بياع وواحد معهوش فلوس، يعني بيقول له ادفع 70 جنيه، قال له انا معيش فلوس، قال له طب هات بطاقة، قال له انا معيش بطاقة، قام واخد المفتاح من الراجل دوت اهو. تمام يا فندم، قام فتح الباب وقام قايل له انزل، قال له انزل ازاي والقصر ماشي، قال له انزل ماليش دعوة طالما معكش فلوس انا معكش بطاقة انزل دلوقتي. قال له انزل ازاي؟ قام فتح له الباب وقال له هتنزل دلوقتي. واحد نط قام دوب بعيد والتاني قام نزل تحت القطر. جسمه تقيل هو ما عرفش يمسك في الباب قام نزل تحت القطر. الشهاده دي لاحد المواطنين اللي حضروا واللي كان عمل بث مباشر بعد الحادثه مباشره، تقريبا اول واحد اتكلم هو هذا الشاب واللي عمل بث مباشر على فيسبوك وشرح الموضوع بالتفصيل. لكن الغريب والنقطه اللي المفروض نقف عندها، يا ترى مين يتحمل المسؤوليه؟ هل عبد الفتاح السيسي اللي بيحكمنا بمبدا العزمه ومبدا الوكاله وكله لازم يدفع، ولا كمال الوزير اللي عايز يحقق طموحات سيده ويحقق ويعمل اللي بيعمله في سيده وعمله في الكمساري، ولا الكمساري اللي عايز او اللي تحول لاسد او تحول لضبع على المواطنين الغلابه اللي ما معهمش فلوس، ولا اتنين الشباب؟ تخيل في بلدنا وصلت لان الشباب بيتم تخييرهم، يا تسلم للمباحث يا ترمي نفسك من القطر خوفا من المباحث، بيرمي نفسه في القطر. عارف ليه؟ لانه بقى عارف ان اللي هيتسلم للمباحث او اللي هيروح للشرطه زيه زي الميت بالظبط، لانك لو بقيت في ايد الشرطه بتاعه مصر او في ايد شرطه بلدنا البلطجيه يا اما يعمل لك قضيه يقعدك في السجن طول حياتك او مجرد رصاصة يخبطك في دماغك وفي الاخر انت ارهابي او اخوان او يعذبك او يعمل فيك حاجة. فالشباب اختار يرمي نفسه من القطر، يا يموت يا يعيش على انه يسلم للشرطة. اما ده حسن ابو حمزة واحد من الناس اللي كانت موجودة في القطر، طلع يتكلم بعد الناس ما حملت الناس اللي شافت بعينها وسكتت.
في القطر، دول كمان بيتحملوا المسؤوليه. ازاي تشوف بعينك كده واحد بينط وما تقدرش تمنعه؟ حسن كتب على فيسبوك عشان خاطر الناس اللي بتقول فين الركاب، اقسم بالله العظيم وغلاوه ولادي انا عملت اللي عليا ورحت ومديت ايدي قبل ما يرمي نفسه بس ما لحقتوش، والله العظيم والله وجعني قوي وهو بيرمي نفسه. وقال رئيس القطر حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. تخيل اخر كلمه قالها قبل ما يموت محمد عيد لرئيس القطر، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. مصر كلها بتقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، وفي كامل الوزير وفي كل وزير وعبد الفتاح السيسي وفي كل فاسد في البلد دي. هاشتاج محمد عيد، هاشتاج شهيد التذكره، هاشتاج كامل الوزير، هاشتاج حادث التذكره، كلها وسوم تصدرت الترند في مصر خلال الساعات اللي فاتت بعدد تغريدات قاربت على 500,000 تغريده تحت هذه الوسوم مجتمعه. منها احمد شادي بيقول اللوم على مين؟ على الكمساري المعقد معدوم الرحمه ولا الشباب اللي وافقوا ينزلوا من القطر وهو ماشي؟ ولا على الشهود اللي اتفرجوا ومفيش حد فيهم اخذ موقف ومنعوا الكمساري ولا منعوا الشباب ولا حد اتطوع يدفع؟ حادثه تتعمل مرجع للسلبيه وضياع الضمير، ربنا يرحمه ويصبر اهله. هاشتاج شهيد التذكره. اما جناب القوماندا او اكسلانس بيقول السيد اعطى الضوء الاخضر لاي مسؤول انه يبقى سادي ومفيش في قلبه رحمه، بدايه لما قال للعساكر اللي هيقتل مش هيتحاسب، مرورا بهتدفع يعني هتدفع، واخيرا لما قال ما عنديش حاجه ببلاش واللي ما معهوش ما يلزموش. ابراهيم جمال بيقول انتوا فعلا مستغربين ان ركاب القطر كانوا شايفين وساكتين؟ ما كلنا شايفين وساكتين، شايفين الظلم في كل حتة والقتل في كل شارع في مصر. مصر حر بيقول كلنا راكبين قطر واحد وده الكمثاري بتاعه، طبعا عبد الفتاح السيسي. النائب محمد الفقي بيقول اللي ما معهوش ما يلزموش، هتدفعوا يعني هتدفعوا، الدفع كاش، مفيش حاجة من غير تمن إلا البني آدم. كلام عبد الفتاح السيسي في لقاءاته ومؤتمراته اللي بيصرف عليها الملايين. أحمد صفوت جاب فيديو لشاب مصري بيوصف حال مصر وحال الشباب في مصر وتمن البني آدم في مصر، بيقول كل يوم ناس بتموت وشهيد التذكرة ومصر عايزة بلعات مش عايزة مؤتمرات. كل يوم الشباب بيموت، اللي يروح يلعب كرة يموت، اللي يروح يتعلم يموت، اللي يسافر يموت، اللي يهرب يموت، اللي يقعد في بيته ويقفل عليه بابه ويقعد في أوضة نومه يخش عليه العسكري ويموته. اتفرجوا. في ناس هتموت تاني بمجرد ان هو بيشجع، واحد بيشجع بيموت، واحد بيركب قطر بيموت، واحد بيركب اتوبيس بيموت، طفل راح مدرسته بيموت، كل يوم كلنا بنموت عشان يحيى البيه، كلنا بيموت عشان مراته تعمل قصور وتغير نجف وسجاد وسيراميك، كلنا بنموت عشان ولاده يترقوا ويبقوا لواءات ويمسكوا المناصب ويعين خواته وولاد خواته وعمامه وولاد عمام. أما المصريين فياكلوا من الزبالة عادي أو ينطوا من القطر عادي أو يموتوا عادي، ما هم العبيد وانتوا الأسياد. أما خالد البلشي بيقول معاكش مالكش مكان تنط من القطر. دكتور ماجد عبد الله بيقول لما تبقى فقير في بلد حاكمها لص وشعبها جبان اللي بقى لازم تترامي تحت القطر لانك فقير. الاعلامي هيثم ابو خليل ايضا بيقول محمد عيد 23 سنه ضحيه اجرام السيسي وعصابته، قتلوك كما لو كان مصريا من اجل تذكره قطار، القصور للسيسي وانتصار، والقيود والمعتقلات لشبابك يا مصر، والقبور والمعتقلات لشبابك يا مصر. محمود ابو الناس ايضا بيقول رحم الله شاب القطار، الناس اللي مستغربة ان محدش فكر يمنع الكمساري او يدفع تمن التذكرة فعلا معاكو حق تستغربوا، بس احب الفت نظركو كلنا راكبين في قطار اكبر. احمد الشرقاوي جايب صورة لمحمد عيد وبيقول بكام التذكرة؟ الاجابة كانت من الكمساري بعمرك، وهاشتاج شهيد التذاكر او شهيد التذكرة. الإعلامي أسامة جويش بيقول قالها السيسي هتدفع يعني هتدفع،
فدفع المصري حياته ثمنا لأغلى تذكرة في التاريخ. أخيرا ليليان داوود بتقول تذكرة قطر أغلى من حياتك. تذكرة قطر في مصر أغلى من مصر كلها. تذكرة قطر في مصر أغلى من ولادها، أغلى من شاب عنده 23 سنة يموت عشان تذكرة قطر أو علشان 70 جنيه أرغمه. الكمساري يدفعها والناس اتفرجت وسكتت وهو في الآخر اختار ينط من القطر عشان ما يسلمش للمجرمين اللي اسمهم المباحث والشرطة في بلد بيحكمها سفاح كل حاجة عنده بفلوس. إلى اللقاء.